بسم الله الرحمن الرحيم، حنستكمل الآن محاضرة الاسفينو بلاتاين فوسا. وتكلمنا عن الكونتينس وذكرنا انه من ضمن الكونتينس المجزيلاري ارتري والمجزيلاري نيرف والنيرف اوف تيروغويد كانال من ضمن الكونتينس. سو ايش هو النيرف اوف ذا تيروغويد كانال؟ النيرف هذا بيتكون في الميدل كرينيال فوسا عن طريق اتحاد الجريتر بتروزن نيرف اللي هو يعتبر برانش من الفيشن نيرف رقم 7، جريتر بتروزن نيرف اللي هو برانش من الفيشن نيرف اللي هو رقم 7، بالإضافة إلى اتحاد الديب بتروزن نيرف اللي هو برانش من الانترنال كاروتيد بلكسس، وهذا عبارة يا بتقول انترنال كاروتيد بلكسس أو انترنال كاروتيد نيرف، هو عبارة عن السيمباثيتك بلكسس اللي بيحيط بالانترنال كاروتيد أرتري. إذن نيرف اوف تيروغويد كانال هو نتيجة اتحاد الجريتر بتروزن نيرف اللي جاي من الفيشل مع الديب بتروزن نيرف اللي جاي من الانترنال كاروتيد بلكسس في منطقة الميدل كرينيال فوسا، بيكونوا لي نيرف اسمه نيرف تو تيروغويد كانال. نيرف تو تيروغويد كانال، واحنا عارفين ايش هي التيروغويد كانال، وقلنا موجوده في التيروغويد بروسيس في اللي هو يعتبر عامل البوستيرير وول اوف ذا سفينوبلاتاين فوسا. من التيروغويد النيرف تو تيروغويد كانال بيعمل جويننج للتيروغوبلاتاين جانجليون، كمان جوينز ذا تيروغوبلاتاين جانجليون، وحنذكر الكلام ده مع التيروغوبلاتاين جانجليون. طيب النيرف اوف تيروغويد كانال ات كاريز مينلي بري جانجليونيك بارا سمباثيتك عن طريق الجريتر بتروزل بري جانجليونيك بارا سمباثيتك فايبرز، وعن طريق الديب بتروزل حيشيل بوست جانجليونيك سمباثيتك. اذا اللي ابغاكم تركزوا عليه هنا انه الديب بتروزل نيرف هو عباره عن بوست جانجليونيك سمباثيتك، والجريتر بتروزل نيرف هو عباره عن بري جانجليونيك بارا سمباثيتك. الليسر بتروزل ما هو من هنا، الليسر بتروزل حاجة تانية أخذناها مع الأوتيك جانجليا، وكان شايل البري جانجليونيك باراسمباثيتيك فايبرز من اللي هو برانش من الجلوسفرينجيال نيرف أو رقم 9. ففي فرق بين الجريتر بتروزل والديب بتروزل والليسر بتروزل. الآن نتكلم عن السفينو بالاتاين جانجليون. السفينو بالاتاين جانجليون هي تعتبر largest parasympathetic ganglion. فين مكانها؟ located فين؟ في التيرجو بالاتاين فوسا. هي من ضمن الكونتنت حق التيرجو بالاتاين فوسا، أهي أهي مركزة وجالسة ومرستقة نفسها في التيرجو بالاتاين فوسا. طبعا جاية in front of the pterygoid canal. أدي هي التيرجو، هنا الثلاثة الخرومة هي المشهورة حقتنا اللي هي الفورامين روتندم وال الفرنجيال كانال والتيرغويد كانال اللي موجودة في التيرغويد بروسيس، وهذه الخروم الأمامية سبحان الله كلها منطقة خروم. السفينوبلاتاين جانجليون هي أكبر واحدة في الباراسيمباتيك جانجليون اللي احنا ذكرناها. احنا تكلمنا عن الأوتيك وحنتكلم عن السبمانديبولر، والآن حنتكلم عن السفينوبلاتاين. الثلاثة دول نوعهم باراسيمباثيتك، وأكبر واحدة فيهم هي السفينوبلاتاين. موجودة فين؟ موجودة في التيرجو بلاتاين فوسا in front of the pterygoid canal and below the maxillary nerve. أهو عند المكزيلاري نيرف، والخضرة دي هي الجانجرين حقتنا لأنه هو بيعطيها sensory branches. Functionally it is associated with facial nerve. إذن functionally لها علاقة، بتستمد الفايبرز حقتها من الفيشل نيرف اللي هو رقم 7، الروت واللي بيغذيها رقم 7. لكن anatomically it is associated with maxillary nerve، مش علقة في المكزيلاري نيرف لأنه بيعطيها ganglionic branches. فanatomically إحنا بنشوفها فعليا مع المكزيلاري، لكن functionally بتستمد الوظيفة من 7. تعالوا نشوف الروت. أي جانجليا بيكون لها إيه؟ بيكون لها روت، بيكون لها جذور، وهي بيكون لها branches. طب إيش الروتس حقتها؟ الروتس حقتها عندنا ثلاثة أنواع: parasympathetic أو sympathetic أو sensory. parasympathetic أو sympathetic أو sensory. ال parasympathetic عن طريق ال greater petrosen nerve اللي دوبنا قلنا branch من الفيشيا، خلاص، ودي بتطلع الفايبرز من ال superior salivary nucleus حقت الفيشيا.
طيب والسيمباثيتك روت عن طريق الديب بتروزل نيرف. ديب بتروزل نيرف خلاص، احنا قلنا هو عبارة عن برانش من انترنال كاروتيد بلكسس، انترنال كاروتيد بلكسس وانترنال كاروتيد نيرف. طيب الفايبرز نفسها اللي بتغذي الديب بتروزل نيرف اصلا جات من فين؟ جات من السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون. مش في يا جماعة حاجة اسمها سيمباثيتك تشين على طول كده الفيرتيبرال كولوم تيجي في منطقة السيرفيك النيك بيسموها سيرفايكال، في منطقة الثوركس بيسموها ثوراسيك ولمبر وكده، على طول سلسلة من السيمباثيتك جانجليونز ممتدة على طول الفيرتيبرال كولوم. في نيجي في منطقة السيرفايكال ريجن فحيصير اسمها سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون. وأعيد وأكرر، سيمباثيتك نوعها إيه؟ سيمباثيتك. والسيرفايكال جانجليون هنا ثلاثة أنواع، سوبيريور وميدل وإنفيريور. هي السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون هي اللي بتعطي الفايبرز اللي حوالينا الانترنال كاروتيد ارتري وبتعمل الانترنال كاروتيد بلكسس. يبقى بار سيمباثيتك جريتر بتروزن، سيمباثيتك ديب بتروزن، لا حد يلخبط الاثنين دول مع بعض. وسنسوري من المجزيلري نيرف، اهو تلاقي المجزيلري نيرف مشعلقه في الجانجليون عن طريق الاثنين sensory branches، لأنه المجزيلري نيرف is a pure sensory nerve وهو بيعطي البرانشز للجانجليون، ونسمي البرانشز دي ganglionic branches، عددهم اثنين. So parasympathetic and sympathetic roots join each other in the foramen lacerum to form the nerve of pterygoid canal، بتعمل النيرف of pterygoid canal خلاص. Which pass through the pterygoid canal ويوصل للسفينو بالاتاين جانجليون، اسمه نيرف to pterygoid canal. يعدي من pterygoid canal ويدخل السفينو بالاتاين جانجليون. إذا parasympathetic والsympathetic root هدول يتحدوا مع بعض في منطقة الفورامين لاسرم يعملون لنا النيرف اوف تيروغويد كانال اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهو اسمه نيرف تيروغويد كانال وبيعدي في داخل التيروغويد كانال عشان يوصل للسفينو بالاتاين جانجليون. اذا هو نفسه النيرف تيروغويد كانال من الحاجات الا بيدخل أو بيتحد مع الاسفينو بلاتاين جانجليون. هذا هو هنا، شوف هنا أهو النيرف أوف تيروغويد كانال، أهو النيرف أوف تيروغويد كانال هنا أتكون من الديب بتروزل ومن الديب بتروزل نيرف ومن الجريتر بتروزل نيرف. ادي الديب بتروزل والجريتر بتروزل، هما هنا طبعا مشاورين على نفس مشاورين على نفسه بس هو غلط، هم مو على هذا، هم المفروض واحد هنا وواحد هنا، هما مشاورين على نفس النيرف. هذا الديب بتروزل، هذا الديب بتروزل، المفروض انه هذا الجريتر بتروزل اللي هو طالع من الفيشيال سوبيريور سليفري نيوكليس، فهذا حيكون جريتر بتروزل، فيتحد الجريتر بتروزل مع الديب بتروزل حيعطينا نيرف اوف تيروغويد كانال، نيرف اوف تيروغويد كانال اللي حيعدي من التيروغويد كانال ويظهر بعد كده في الاسفينو بلاتاين فوسا. Branches of sphenobalatine ganglion، هنا بنقول إنه sphenobalatine ganglion نوعين من البرانشز، نوع sensory ونوع secretomotor parasympathetic secretomotor. السنسوري قلنا عندنا ثلاثة أنواع، orbital ونيزل، دائما كده العين، بعد العين الأنف، بعدين البلات، بعدين الفارينكس. فنقول orbital branches، nasal branches، palatine branches، pharyngeal branches. Orbital branches هتعدي من خلال inferior orbital fissure to supply the orbital periosteum. Nasal branches اللي هو nasopalatine nerve و posterior superior nasal. Palatine branches اللي هو greater palatine و lesser palatine. Pharyngeal branches بتعدي من pharyngeal canal وتوصل للnasopharynx. هذه branches of sphenopalatine ganglion وغلبها sensory لهذه cavities. طيب والpost ganglionic parasympathetic secretomotor fibers برضو
من الاسفينوبلاتاين جانجليون بتروح تغذي اللاكريمال والنيزل والبلاتاين والفرنجيال. نفس الأسماء اللي ذكرناها قبل كده، لو قلنا أوربيتال نيزل بلاتاين فرنجيال، في الأوربيت مين في عندك؟ عندك اللاكريمال جلانس أو الغدد الدمعية. اللاكريمال جلانس بتاخد سيكريتو موتور باراسيمباتيك من الاسفينوبلاتاين جانجليون عن طريق الزيجوماتيك برانش أوف ماكزيلري نيرف. يعني الزيجوماتيك برانش أوف ماكزيلري نيرف بيتحد مع البوست جانجليونيك سيكريتو موتور فايبرز اللي خارجة من الاسفينوبلاتاين جانجليون تو سبلاي اللاكريمال جلانس. نيزل جلانس via its nasal branches، والبلاتاين برانش via its بلاتاين برانشز، والفرنجيال جلانس via its فرنجيال برانشز. فهنا بنقول انه في عندنا البرانشز هذه اللي بتطلع بوست جانجليونيك باراسيمباتيك لهذه الجلانس، عشان كده قلنا سيكريتو موتور. يبقى يا سيكريتو موتور يا سنسوري، هذه انواع الاسفينوبلاتاين جانجليون. بعد كده في عندك ابلايد عن الماكسيلري نيرف بلوك، في حاله بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نعمل في الاكستنسيف دنتال سيرجري تحتاج توتال نيرف بلوك اوف ماكسيلري برانش اوف تريجيمينال نيرف، و بنقدر نوصل له في التيروغوبلاتاين فوسا غالبا approached intraorally عن طريق الجريتر بلاتاين كنان. عن طريق الجريتر بلاتاين كنان نقدر نوصله للترجو بلاتاين فوسا ونعمل له بلوك هو في الترجو بلاتاين فوسا. chronic epistaxis انه في artery اسمه sphenopalatine artery، وقلنا هذا branch من المكزيلري artery، وغالبا يسموه artery of epistaxis. يعني ايش epistaxis؟ يعني رعاف، يعني nose bleed. في حالات الكرونيك إبستاكسس ده تيرجو بلاتاين فوسا، ممكن هو طبعا برانش من الثيرد بارت اوف ماكسيلري، فهو طبعا بيكون الثيرد بارت اوف ماكسيلري موجود في تيرجو بلاتاين فوسا. فكيف ممكن نوصل له؟ تيرجو بلاتاين فوسا كان بي سيرجيكلي ابروشت، كيف ممكن نوصل للسفينو بلاتاين ارتري هو في تيرجو بلاتاين فوسا ونعمل له ليجيشن؟ عن طريق الماكسيلري ساينس. عن طريق المكزيلري ساينس ندخل للترجو بلاتاين فوسا والارتري هناك ليجيتد تو كنترول بليدنج. هنا طبعا بيوريك الصوره، هما بيدخلوا في الجريتر بلاتاين كنال عشان يعملوا مكزيلري نيرف بلوك. مكزيلري نيرف بلوك. ثانك يو فيري ماتش، واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.